في عمران ارتفعت حالات الوفاة والإصابة والاشتباه بالكوليرا إلى 1583 حالة، منها 26 حالة وفاة و120 حالة مؤكدة، والمكتب التنفيذي يوجه نداء استغاثة. زيادة انتشار وباء الكوليرا في محافظة عمران واتساع رقعته، والذي اجتاح معظم المديريات، وضع السلطة المحلية أمام تحديات صعبة، حيث عقد المكتب التنفيذي برئاسة المحافظ اجتماعا استثنائيا طارئا لمناقشة الوضع الصحي واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا الوباء المحدق. نحن أمام كارثة حقيقية، ونحن وجهنا نداء استغاثة للمنظمات الدولية للتدخل ومعاونتنا في الحد، سواء في الحد من انتشار المرض أو في القضاء أو في معالجة الحالات. الصحة رصدت حتى اللحظة نحو 1583 حالة مشتبه بإصابتها، و120 حالة إصابة مؤكدة، و26 حالة وفاة، مشيرة إلى أن أبرز المديريات التي اجتاحها الوباء تتمثل في مديريات حبور الظليمة، العشة، القفلة، حوث، المدام، خمر، وأن المصدر الرئيسي لهذا الوباء هو مصادر المياه الملوثة. نحن وضعنا كمكتب صحة كل المعلومات عن هذا الوباء، وكذلك يعني ما هي الطرق المعالجة والوقاية. المرض هذا فتاك، وأنه المضاعفات يعني تتسارع حتى أنه يجب المريض وتحصل له الوفاة. انتشار الوباء بشكل مخيف ونكس الأدوية والمحاليل الطبية بفعل الحصار وعدم قدرة المستشفيات المخصصة على استيعاب الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، والتي تصل إلى 350 حالة يوميا. كل هذه العوامل وغيرها تستدعي التدخل السريع والعاجل لاحتواء الوباء والسيطرة عليه. الكوليرا شبح يهدد حياة المواطنين ومخاوف كبيرة إزاء انتشاره، ما يستدعي تدخل المنظمات الدولية والإنسانية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. محمد الوهابي، اليمن اليوم، محافظة عمران. في الإطار ذاته وجه المنتدى